كما أوضح دكتور علي المولاني أن على القطاع الخاص دورا كبيرا ومحوريا في دعم هذه الصناديق خلال المرحلة القادمة للنهوض بها ومساعدتها في أداء دورها الوطني. للقطاع الخاص بشكل عام دور يعني يكون مباشر في الحركة الاقتصادية وفي النمو الاقتصادي للبحرين، وعلى هذا الأساس يكون في هذا الدور ينتج عنه خلق لقطاعات إنتاجية، خلق لوظائف وفرص يعني لاستقلال الموارد اللي موجودة في البحرين. فمن دور القطاع الخاص وممكن يساهم بشكل غير مباشر بأن يكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد أو يأخذ دور أكبر في الاقتصاد من ما هو عليه اليوم، وبذلك يدعم الحركة والنمو الاقتصادي.